وتنضم إلينا الآن من لندن كاثلين بروكس، مديرة في مينيرفا أناليسيس. كاثلين صباح الخير وشكرا جزيلا حضورك معنا اليوم. ما الذي سيتطلبه الأمر الآن لوقف انزلاق الليرة التركية؟ أعتقد أننا بحاجة إلى عكس السياسة النقدية، بحيث يبدأ البنك المركزي التركي برفع الفائدة وليس خفضها. يوم الخميس البنك قال إنه سيوقف دورة خفض الفائدة، وخفض الفائدة ب 500 نقطة أساس منذ سبتمبر أيلول الماضي، وهذا الأمر تزامن مع وصول التضخم إلى الذروة ب 21%، والليرة التركية فقدت 50% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي وذات الحجم مقابل الإسترليني واليورو أيضا. إذن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تقود إلى هذا التراجع، ونحن بحاجة إلى انعكاس حاد في السياسة والتوقف لمدة 3 أشهر حتى 2021. هذا الوقف لثلاثة أشهر برأينا لن يوقف انزلاق الليرة التركية. البعض يقول بأنه الوضع بحاجة لتغيير عقلية اقتصادية وسياسية في تركيا من أجل الوصول إلى حل أفضل لهذه الليرة، لكن يبدو بأن إدارة أردوغان لا شك بأنها مدفوعة بخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، وتهتم أقل بسعر صرف الليرة والعملات الأجنبية واستقرار التضخم. يعني هذا هو العذر اللي عم بيعطوه. فصرنا كلنا عم نسأل حالنا بهالفترة، هل هناك شيء من المعقول في هذا التوجه من قبل أردوغان وإدارته؟ الرئيس أردوغان بالتأكيد بات أكثر تشبثاً بسياسته المعادية لرفع الفائدة. هذا الأمر بدأ يقود إلى بعض التذمر من حوله. مجتمع قطاع الأعمال في تركيا نهاية الأسبوع الماضي تحدثوا ضد تأثير الرئيس أردوغان، تحديدا رئيس غرفة التجارة في إسطنبول، قال إن هذه سياسة مجنونة، وبالتالي عندما تتراجع قيمة العملة بهذا الحجم 50% أو أكثر، هذا الأمر يؤثر على الحياة اليومية، وفجأة بدأت الشركات تتأثر والناس يلاحظون أن مدخراتهم تتبخر. هناك 50% أعلن عنه كرفع في الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 30%. إذن الأمور لا يبدو أنها تتحسن، بل تتجه إلى وضع أسوأ، والزيادة في التضخم ترتبط بتزايد أسعار المستوردات، لأن تركيا تستورد الكثير وتحديدا في مجال الطاقة، وأيضا هناك تأثير الزيادة في الحد الأدنى للأجور. إذن يبدو أن الضغوط السياسية تترك تبعات سلبية وخيمة على تركيا. الآن السيد أردوغان طبعا يعطي مثال بأنه لابد وأن تعود وترتفع تنخفض الليرة، تنخفض مستويات التضخم عفوا، كما انخفضت عندما تولى هو الحكم. لكن حينها كان العالم في غير وضع، حينها كان في جاذبية للأسواق الناشئة ولأسواق مثل أسواق تركيا. اليوم نحن في صدد بداية رفع فوائد حول العالم، ما سيقلل من جاذبية الاستثمار أو الاقتصاد التركي بالنسبة للمستثمر العالمي. فهذه أيضا هل تحتسب هذه من ضمن الحسابات التي تعمل ضد أردوغان بالوقت الحاضر؟ هذه نقطة وجيهة تطرحينها. ما رأيناه يوم الجمعة كان هناك قلق في الليرة التركية، وهذا الأمر بدأ يؤثر على البورصة، وقد أوقف التداول في البورصة بسبب التراجع السريع، كان هناك إيقاف مؤقت.
وطبعا البورصة لم تتأثر كما تأثرت الليرة، لكن ما حصل يوم الجمعة يشير إلى أن مشاكل العملة، ضعف العملة الشديد، هذا الأمر سيبدأ بالتأثير على البورصة وعلى الشركات التركية التي كانت إلى حد ما قد نفدت من الأزمة، لأنه عندما نكون أمام أزمة عملة بهذا الحجم، هذا الأمر سيبدأ بالتأثير على الدول التي لديها ديون بالدولار واليورو. هذه الدول ستبدأ بالمعاناة في سداد الديون، وهذا الأمر سيقود إلى موجة جديدة من الأزمة. وبالتالي البنك المركزي إذا سيطر على التضخم، هذا الأمر يجعل الناس يؤمنون بالليرة التركية، هذا الأمر سيوقف تأثير السلبي على الشركات، وسيوقف البورصة التركية عن البدء بالهبوط بسبب تأثيرات العملة. ماذا عن ثقة أهل البلد الأتراك الذين يحملون الليرة التركية؟ هناك تقارير أيضا تشير بأن هناك مليارات من الدولارات تختبئ في المنازل التركية، وهو ما يزيد من الأزمة تفاقما. بكل تأكيد هذا كلام صحيح. مشكلة أخرى يمكن أن تحصل مستقبلا وتؤثر على الشعب التركي، ألا وهي الضوابط الرأسمالية أو capital control. كان هذا الأمر كخط طبعا دفاع أخير، ربما تلجأ حكومة الرئيس أردوغان إلى حظر مغادرة رؤوس الأموال لتركيا، وبالتالي لن يكون هناك خيار أمام الناس سوى الاحتفاظ بأموالهم بالليرة التركية وضمن البورصة التركية. حاليا رأينا بعض التخارج، وخاصة أن الناس يحاولون التخارج من الأصول التركية لأنهم لا يريدون أن يتأثروا بالتضخم. وبالتالي إذا فرضت ضوابط وقيود على حركة رأس المال مستقبلا، ساعتها الغضب الذي بدأ يتزايد حاليا، ساعتها يمكن أن يتزايد ويتسبب بضغوط إضافية ويتسبب بمشاكل سياسية إضافية للرئيس أردوغان. نعلم أن أحزاب المعارضة قد بدأت تقوى وبدأت ترفع صوتها ضد أردوغان، لكن إذا كسبت نفوذا سياسيا أكبر، ساعتها الرئيس أردوغان ربما قد يواجه مشاكل سياسية بسبب السياسة النقدية التي فرضها في تركيا. وطبعا تركيا مقدمة على انتخابات عامة خلال فترة 6-7 أشهر في يونيو من العام المقبل. هل هناك أي إمكانية من أن تحصل هذه الانتخابات في وقت مبكر؟ أم هل سيحاول أردوغان كسب مزيد من الوقت؟ في أي اتجاه ممكن أن تذهب هذه الفكرة؟ حاليا من المنطقي من الناحية السياسية لأردوغان أن يدع الانتخابات تحصل بعد 6 أشهر من الآن. وإذا ما أردنا القراءة بين السطور، وبناء على قرار البنك المركزي يوم الخميس، كان هذا القرار لافتا، قرار البنك المركزي بإبقاء الفائدة دون تغيير لمدة 3 أشهر. هذا الأمر يريد منه البنك كسب الوقت. إذن الرئيس أردوغان سوف يرغب بشراء الوقت قبل الانتخابات، ويريد إيقاف التراجع في الليرة التركية لضمان أن لا يؤثر هذا التراجع في الليرة التركية على البورصة وعلى الشركات التركية. وبالتالي إيقاف خفض الفائدة ل3 أشهر من البنك المركزي التركي، هو قال أنه لن يخفض فائدة للأشهر الثلاثة المقبلة، هذا نوع من الضغط السياسي، لأنه ربما بدأ يضغط على أردوغان لأن سياسته على ما يبدو لا تعطي النتائج التي يريدها، وهو يريد اتخاذ خطوة سريعة قبل الانتخابات المقبلة التي تحدثت عنها بعد 6 أشهر. كاثلين بروكس، شكرا جزيلا حضورك معي صباح اليوم.